نتكلم احنا وياكم في وقف اليتيم بمكة المكرمة. وقف اليتيم وقف عظيم، ويتيم وفي مكة وفي أطهر بقاع الأرض. طبعا تكفى اليتيم مدى الحياة ب 300 ريال. تخيل محمد، أنت الحين لو تروح لك المكان دفعت فيه صرفت فيه 1000 2000، يا أن هاكل وانتهى وقته، يا أن شيء تستخدمه 3 شهور سنة بالكثير وانت، صح ولا لا؟ أنا وكافة اليتيم سواء في الجنة. أي فما بالك 300 ريال تكفى اليتيم طول الحياة معك، 300 ريال دي وكفالة اليتيم. ومثل ما قلت الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافة اليتيم كهاتين في الجنة. فالبدار البدار، طبعا حساب الوقف يطلع لكم على الشاشة، الأسهم تطلع لكم على الشاشة، الكاشات، الرقم اللي يعني الهداءات. فبادروا، بادر قبل أن تغادر. ما تقدر أنك يعني تتبرع، يعني المبلغ ذا يعسرك، أو أنك ما تقدر، أو سبحان الله، فانشر في الداع الخير كفاعله، انشر في وسائل التواصل، انشر في مجلسك، انشر في أي شيء ممكن. مثل ما أقول لكم يوميا، ممكن أنت يعني تكون سبب في شخص وده يتبرع لكن ما يدري وين يتبرع، لأن اليوم يعني الناس تخوف. لكن إذا جاتك يعني وقف يتيم في مكة مكرمة وفي جمعية مصرحة برقم وكل شيء مصرحة، الشخص يرتاح ويدعم ويتبرع، فأنت تكون السبب ويشرك في الأجر. ممكن يقول هذه وعنش عني وعن الشخص اللي دني على الشيء هذا. الله يجزاكم خير. طبعا الأسهم طالعة 600 و900 و3000. فمحمد يعني مختصر في الوقف، في ما جاء في الوقف من شيء أثر طيب للشخص اللي تبرع. زي ما قلت الرسول عليه الصلاة والسلام شو يقول أنا وكافي اللي سوا في الجنة. يرحمك الله. رحمكم الله. ديك الله. والواحد يحتسب الأجر. إحنا دخلنا البقالة زي ما قلت والله نأخذ أكثر من 300 ريال. أيه. وهذه مرة واحدة بالشهر بس، غير أنها تكفيك واجد أشياء. أيه. ضر الواحد، وإذا ما نفعتك ما ضرتك، هذا كلها 300 ريال. ما هو شرط حتى لو مرة واحدة يا خدفع، ما هو لازم تستمر مرة واحدة الوجه الله. نعم. أيه. الله يجزاك خير وبيض وجهك. آمين. أيمن، انت عندك سفاره في انا الحين السفير. انت الحين لا الحين انت لو علمتني قبل كان ضبطتك بشيء، تكون انت تاخذ عليه بوينت نقاط. انت انت نقاط على السفاره. اي عندي. يلا اتمنى تتكلم عن عندك. سويت ان شاء الله مبادرات الوقت ذا؟ مبادرتي ان شاء الله بكره وعقبه. انت اسبوع كامل. اسبوع. يلا اول شيء على الوقف. الوقف ما حد يجهله، واصلا من غير لا نتكلم المفروض ان العالم تبادر. فأول شيء 300 ريال هذه كفيلة بأنك تدخلك الجنة بإذن الله، برحمة بعد رحمة الله سبحانه، ويمكن تشفي لك مريض. ومثل ما قال الرسول داووا مرضاكم بالصدق. داووا مرضاكم بالصدق. نعم. فبادر الله يجزاكم خير. حنا والله نعمل عشان الجنة، وال 300 ريال هذه منفعتك ما ضرتك. يعني 300 ريال تسويها كل شيء بقالة 300 ريال. نعم صحيح. فبادر الله يجزاكم خير ويكتب الأجر لنا ولكم. الله يجزاكم خير. وصلنا احنا وياكم في نهاية فقرتنا اليوم مع ضيفنا الجميل محمد الشويلعي، منشد جميل أطربنا، ولكن الوقت ما سعفنا لنأخذ أكثر. وأيضا المنشد القادم والمكسر الدنيا ويعوينكم محمد منه أيمن الضبيري. يا مرحبا أيمن، ترى صدق نقولك الصدق واصل ما عليك، لجيت الريالتي غنوا وكذا حتى الشبابي. الله يوفقنا وياكم. وصلنا لنا وياكم نهاية الفقرة اليوم. نلتقيكم إن شاء الله غدا بنفس الوقت ومع ضيف جديد. ومرحبا بكم، نستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وفي أمان الله. وجهك أبيض. مرحبا بكم.